كل التحية لكل الأهلوية اللي بيبدأوا معانا حلقة جديدة من السادسة. أهلا وسهلا بحضراتكم، وبداية طبعا مبروك التأهل لنهائي كأس مصر. عرض أكتر بالرائع، قطار الأهلي بدأ في التحرك بقوة الحقيقة، عرض رائع جدا أمام إمبي في قبل نهائي كأس مصر، ونتيجة مرضية للجماهير على مستوى طبعا الهدف، تحقيق الهدف الأساسي والتأهل لنهائي، وعلى مستوى العرض القوي الحقيقة اللي ظهر به النادي الأهلي وأكمل به مسيرة الانتصارات، سواء في الدوري على المصري، سواء في دوري أبطال إفريقيا على سان جورج ذهابا وإيابا، أو حتى في بطولة كاس مصر نسخة الموسم الأخير أو الموسم اللي فات، والتأهل المباراة النهائية بكرة. واحد من أجمل دربيات الكرة المصرية بكرة. كان الحقيقة في يوم من الأيام عيد من أعياد الكرة في مصر، الأهلي والإسماعيلي. النهاردة هنتكلم على المباراة دي، وأنا على ثقة وعلى يقين، ودايما بقول الكلام ده في كل مناسبة بيحضر فيها واحد من الدربيات الكبيرة، وخلي بالكم انه يمكن جيل أو كتير من الأجيال ما شافتش الأهلي والإسماعيلي في عزهم الاتنين مع بعض، ما شافتش الإسماعيلي وهو بينافس وبيحقق في وقت من الأوقات ألقاب وبطولات. اللي ما فيش شك انه الاتنين بعيدا عن حالة التعصب، يعني للأسف مفتعلة. أنا بشوف إنه حالة التعصب بين جماهير النادي الأهلي أو حالة التوتر اللي موجودة بين جماهير النادي الأهلي هي فتنة كروية مصنوعة، ساهمت فيها وأججتها للأسف شديد جدا السوشيال ميديا بكتير من المغالطات. وبصرف النظر عن حالة الفرقتين، يعني يمكن الإسماعيلي بيعاني أو بيترنح في المواسم الأخيرة، لكن تظل واحدة من أكثر المباريات مشاهدة وأكثر المباريات اللي بينتظرها مش بس جمهور الأهلي والإسماعيلي، أنا ما عنديش شك إنه معظم جماهير الكرة في مصر تستنى مباراة الأهلي والإسماعيلي بصرف النظر عن حالتهم، بصرف النظر عن ترتيبهم، بصرف النظر عن الأسماء اللي موجودة في الملعب. واحدة من الماتشات بكرة على فكرة بالمناسبة، الأهلي هيلعب الساعة 7 مع الإسماعيلي، الساعة 6:30 ديربي كبير جدا في إنجلترا. وانا عارف انه في كتير من جماهير الكره في مصر بتتابع الدوري الانجليزي وما بتفوتش ولا مباراه، فلما يبقى عندك مباراه بحجم السيتي والارسنال تقريبا في نفس التوقيت، هتبدا قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي بنص ساعه، انا على يقين انه جماهير الكره في مصر هتروح لمتابعه الاهلي، او اغلب الغالبيه العظمى من جماهير الكره في مصر هتروح لمتابعه مباراه الاهلي والاسماعيلي، ودي واحده من اهم مميزات قيمه الدوري المصري. هنا التاريخ حاضر، هنا المنافسه حاضره، والمنافسه بين الناديين سيبك من الترتيب وسيبك من الظروف وسيبك من الأسماء، والمنافسة بين الناديين هتظل قائمة وحاضرة، وربنا يدينا ويديلك طولة العمر يعني إلى ما لا نهاية. اللي ما عنديش شك فيه برضو أنه على مستوى الرموز والقامات والأسماء الكبيرة في الناديين من أجيال كتير جدا ومختلفة، يعني تكن كل احترام وتقدير لكل قلعة من قلعتي الرياضة في مصر، الأهلي والإسماعيلي. محاولات تزوير التاريخ وتشويهه ومحاولة إيجاد أسباب لأن يكون في فتنة بين الجماهير في الإسماعيلية وفي القاهرة، أو جماهير بين جماهير الأهلي وجماهير الإسماعيلي، قائمة وبشدة من فترات طويلة جدا. ساهم فيها الإعلام، ده شيء ما فيش شك فيه، والمغالطات التاريخية كتير جدا. وللأسف الشديد في جيل طلع فتح عينيه على الكرة في مصر، شرب ما شافش وما عرفش حقائق كتيرة جدا، وما فهمش طبيعة العلاقة بين الناديين الكبار، وشرب الحقيقة من الفتنة دي بشكل كبير جدا، وغزة ده الحقيقة صفحات للأسف الشديد جدا موبوءة موجودة على السوشيال ميديا، ولا أستثني أحدا، سواء صفحات بتدعي انتمائها للنادي الأهلي أو صفحات بتدعي انتمائها للنادي الإسماعيلي. أتمنى، اللي أنا أتمناه خلاصة الكلام يعني، أنه تبقى المباراة دي، وأعتقد أنه هنا دور الرموز أنها تتدخل وتحاول تدوب جبل الجليد اللي كبر على مدار سنين. قصة بقى الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ قصة الأهلي خد نجوم من الإسماعيلي، مع كامل الاحترام والتقدير، على فكرة طبعا كامل الاحترام والتقدير للنادي الإسماعيلي، بس وخليني أقول يعني إنجاز أن أنا أكلم جماهير الإسماعيلي، هذه الأكاذيب ليست لها أي أساس من الصحة. وصحيح في لعيبة كتير جدا كانت في يوم من الأيام بتلعب في الإسماعيلي جت ولعبت في الأهلي،
زي بالظبط ما كان في لعيبه كتير جدا في الاهلي ونجوم كبار جدا في الاهلي لعبوا في الاسماعيلي وفي غير الاسماعيلي. لا ده اثر على الاهلي بشيء، يعني وجود نجوم كبار جدا مش بس في الاسماعيلي، من نادي الاهلي، في كل انديه مصر اسماء كتيره جدا خرجت من نادي الاهلي نجوم من العيار التقيل ولعبت في انديه تانيه منافسه، وده ما اثرش في اي باي شكل من الاشكال ولا في اي وقت من الاوقات على مسيره النادي الاهلي ولا على نجاحه في تحقيق البطولات. في ناس كتير جدا خدت من ده شماعه عشان تعلق عليها فشلها في اداره قلعه كبيره جدا زي قلعه الدراويش، واتمنى يعني انه الاسماعيلي يرجع مره تانية. بالتاكيد في فايده للكره في مصر، وبالتاكيد في فايده للبطوله في مصر، وبالتاكيد في فايده لمنتخبات مصر المختلفه. اتمنى ان المباراه تطلع في اطار عيد كروي زي ما احنا اتعودنا عليه طول عمرنا، واتمنى من اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب يركزوا في الكره وبس. مفيش اي داعي نصدر اي شكل او اي صوره سلبيه للجماهير والملايين اللي هيتابعوا الماتش بكره. اتمنى ان شاء الله يكون مباراه كره قدم من المباريات اللي نستمتع بيها ويكون فيها كوره حلوه ان شاء الله. هتكلم على ماتش الاهلي والاسماعيلي النهارده بالتفصيل، وخصوصا انه ودي واحده بالنسبه لنا كاهلاويه واحده من المحطات المهمه، وان كانت اخر المحطات. يعني الماتش اللي جاي عندنا ان شاء الله بعد الاسماعيلي هيبقى بدايه مشوارنا في الافريكان ليج او السوبر ليج بمسماه القديم، يعني في مواجهه سيمبا يوم 20. طبعا بعد ماتش بكره هيكون في توقف عشان معسكرات المنتخبين، سواء المنتخب الاول مع روي فيتوريا او المنتخب الاولمبي مع روجيرو ميكالي. هنتكلم على فتره التحضير والمباراتين، كل منتخب منهم هيخوض في الاجنده الدوليه يعني مباراتين وديتين. المنتخب الاول اعتقد هيلعب مع زامبيا ثم مباراته الثانيه مع الجزائر، المنتخب الاولمبي هيلعب مع الاردن ثم اعتقد مع طاجكستان اعتقد. يعني كده هنرجع مع حضراتكم جدول الماتشات والمواعيد، وهنتكلم على فتره التوقف، ومن بعدها نرجع نبدا مشوارنا ان شاء الله، ندخل في الجد بقى. كل اللي فات ده اعتقد تقدر تقول كده مرحلة تليين، مرحلة استعداد وتحضير. صحيح خدت الصبغة الرسمية، لعبت في ماتشات في بطولات مختلفة ولعبت مع فرقة تقيلة. الماتشين الأصعب بالنسبة لي كانوا المصري وإمبي، وكان الأهلي جاهز للتحديين دول وقدر يقدم فيهم عروض قوية جدا طمنت جمهور النادي الأهلي إن شاء الله على اللي جاي، وبإذن الله نروح لدوري الأفريقي وإحنا في أفضل حالاتنا. طيب خليني أقول لحضراتكم إنه إحنا قبل ما نبدأ بنص ساعة بدأت مباراة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد، البطولة اللي حققها الأهلي خمس مرات قبل كده. اللقب ده بيحمله النادي الأهلي في خمس نسخ مختلفة، آخرهم كانت في 2016 بطولة بتلعب في الكونغو، والشوط الأول انتهى للنادي الأهلي بنتيجة 16-11 على حساب بطل الكونغو فريق جي أس كي، وبالتالي إن شاء الله يتبقى قدامنا 30 دقيقة تفصلنا عن اللقب السادس في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله بعد غياب مش قليل. تتكلم 2016 تتكلم تقريبا في 7 سنين. نتمنى ان شاء الله التوفيق لرجالتنا اللي قربوا او اصبحوا على بعد خطوه واحده من تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا لكره اليد للمره السادسه في التاريخ. اخبارنا تفاصيلنا طبعا واكيد قرعه دوري الابطال حاضره معانا النهارده، فرص الاهلي، الحظوظ. لاول مره حاسس انه القرعه الى حد كبير بتخدمنا، دايما قرعه الاهلي في دوري الابطال بتبقى دايما اصعب مجموعه، لكن خد بالك الأربع مجموعات ما تقدرش تقول عليهم فيهم مجموعة سهلة. يمكن تكون في مجموعات أكثر صعوبة، لكن في نفس الوقت توازن بشكل كبير جدا وفرص كل الفرق قائمة، وإن كان يمكن الفرق أصحاب التصنيف الرابع إلى حد ما ممكن تكون فرصهم ضعيفة. يعني خليني أقول لك من الآخر ما فيش فرقتين ضمنوا التأهل. على كل الأحوال هنتكلم في قرعة دوري الأبطال، ومفيش مانع نعدي كمان على قرعة الكونفدرالية، بس قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل فاصل ونرجع لحضراتكم. لسه القصة فيها كتير لما تسمع النهاردة على لاعب عمره 16 سنة اسمه لامين يامال أو الأمين جمال، لأنه أساسا من أصول مغربية ولكنه طبعا بيلعب لمنتخب أسبانيا وبيلعب لفريق برشلونة، وتسمع عن العرض المقدم لانه يعني يوقع مع نادي برشلونه، وكلام على ايرلينج هالاند اللي اوريدي موقع لمان سيتي لمده 5 مواسم، يعني لسه هيلعب 5 سنين مع المان سيتي. ومن النهارده اداره السيتي بتفكر في ماده تعاقد مع ايرلينج هالاند تحسبا لرحيله بعد 5 سنوات. تعرف انه الامور اتغيرت بشكل كبير جدا، لكن في النهايه
بمناسبه كلامنا يعني على الاجور في الدوري الاسباني وعلى فكره التعاقدات والانتقالات، فيش لاعب في الدنيا بيلعب لنادي غصب عنه. يعني ما لم تكن لدى اللاعب رغبه حقيقيه في الانتقال من نادي لنادي، مفيش حد ممكن ابدا يجبره. حتى الفيفا حط ده في قوانينه، حط رغبه اللاعب في خوض اي تجربه احتراف محل اعتباره، لابد من انه اللاعب يكون، مفيش لاعب بيتنقل غصب عنه. هي اصلا مش عبوديه. فكره انك انت تمتلك لاعب مش معناه انك انت تستعبده او تجبره على ان هو يعمل حاجه على غير قناعاته. وبالتالي مفيش لاعب في الدنيا لعب لاي نادي من غير ما يكون هو عنده الرغبه في ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي النقطه الاهم، انه مفيش في الدنيا، يعني لما كنا بنتكلم عن انديه كبيره زي الاهلي، زي الاسماعيلي، زي الاتحاد، زي المصري، زي الزمالك، الانديه اللي عندها تاريخ وعندها بطولات، الانديه دي مش ممكن ابدا ارتباطها ونجاحها يكون مبني على اسم او على اسماء. والدليل انه الاسماء اللي انتقلت للنادي الاهلي او حتى الاسماء اللي جت احترفت فتره من الفترات في النادي الاهلي، تبص لسجلها من البطولات قبل وجودها او قبل ما تلبس التيشيرت النادي الاهلي وتبص لفتره ما بعد، هتجد شتان الفارق. يمكن يكون الرصيد صفر من البطولات قبل انتقالهم، وبعد النادي الاهلي مرحله تانية خالص. فالاهلي هو من يصنع قصه النجاح، مش بس الالقاب والبطولات، قصه النجاح، فكره انك انت تكون لاعب عندك تاريخ. خلينا نروح لاخر الاخبار والمستجدات في الاهلي نيوز روم. انا هبدا مع حضراتكم بخبر يمكن يعني بيتم تداوله على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على يعني منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، متعلق بمحمد شريف. واحنا النهارده يعني لما بنيجي نتكلم على لاعب كان قبل كده بيمثل النادي الاهلي، وخصوصا لما تكون تجربته ايجابيه، يعني في لعيبه كتير جدا خرجت من النادي الاهلي من باب الكبير. ايمن اشرف لما خرج ما زال لغايه النهارده بشوف جمهور النادي الاهلي بيحترم وبيقدر بشكل كبير جدا قيمه واسم ايمن اشرف وتمنياتهم ليه بالنجاح. لما بنتكلم على حمدي فتحي وهو بياخد بتجربه احتراف في قطر وترك النادي الاهلي بعد مشوار ناجح جدا ونقله نوعيه، وتقدر تقول انه وصل لمرحله انه فريق لاعب في الفريق ما تقدرش حتى كجمهور انك انت تستغنى عنده. لكن لما رحل حمدي فتحي خرج من الباب الكبير. وايضا محمد شريف، لانه في كلام اليومين دول على عوده محمد شريف مره ثانيه لمصر، وان في عروض متقدمه ليه من انديه منافسه للنادي الاهلي. كلام يعني على انه الزمالك بيفاوض محمد شريف، وكلام على انه بيراميدز دخل على خط المفاوضات وبقوه في محاوله لعوده محمد شريف لتمثيل بيراميدز. بصرف النظر طبعا، دي لقطات من تمرينه النهارده، التمرينه الاخيره او التدريب الاخير للنادي الاهلي قبل ما يعني بعد ما الفرقه تخلص التدريب، هيكون في رحله سفر طبعا اسكندريه في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاسماعيلي بكره ان شاء الله على ملعب برج العرب. قصه محمد شريف، واعتبروا الكلام ده نصا على لسان محمد شريف. محمد شريف ما عندوش رغبه، واحد نمره واحد الاكيد، ما عندوش رغبه في العوده لمصر في الوقت الحالي، وعنده رغبه اكتر انه يكون ليه تجربه ناجحه في الدوري السعودي يقدر يتطور فيها ويقدر يحافظ على مكانه كأساسي بشكل يحقق له حاجتين مهمين جدا. واحد، انه يرجع لمنتخب مصر، دي نمره واحد، يشارك دولي، وخصوصا ان احنا على بعد ايه شهرين ثلاثه من بطوله امم افريقيا. نمره اتنين، انه يقدر يتدرج بقى في الدوري السعودي ويروح لانديه اكبر، دي هدفه المرحلي في الوقت الحالي. اما لو في حاله العوده في مصر، العوده لمصر، او كان في قرار في يوم من الايام انه يرجع لمصر، فانه رغبته الاولى دايما هتكون النادي الاهلي. يعني بعد استطلاع رغبه النادي الاهلي في انضمام لمحمد شريف، لو خد قرار او فكر انه يرجع مصر، هل الاهلي محتاجني؟ لو الاهلي محتاجني هلبي النادي، لو الاهلي مش محتاجني يبقى طبعا طبعا ليه كامل الحريه ومطلق الحريه انه يلعب في اي نادي تاني، وبرضه هنتمنى له التوفيق. خليني اقول لحضراتكم انه مفيش لاعب في مصر، لاعب كره في مصر 95 95%، خليها 90% من لعيبه الكره في مصر ان كانت انتماءاته الحقيقيه، يعني هو قبل ما يكون لعيب كره كان بيشجع، كان بيحب، كان منتمي للنادي، ما يتمناش انه يلعب النادي الاهلي بصرف النظر عن رغبته. القصه في النهايه المصلحه هي اللي بتحكم، مصلحتك هي اللي بتحكم. ولعيبه الكره في مصر كلهم عن بكره ابيهم عارفين كويس جدا انه افضل مصلحه ليك اذا كنت بتلعب كره في مصر هي انك انت تلعب في النادي الاهلي.
مش في حته تانية مع كامل ده لا يقلل ابدا من قدر الانديه الاخرى، وما اعتقدش انه ممكن يكون سبب من اسباب المضايقه. الارقام والانجازات بتقول كده. لعيبه الاهلي ولاد النادي الاهلي اللي موجودين حاليا، واللي بالمناسبه ما فيش حد منهم لا من الاسماعيلي وانا من الزمالك، هم اللي بيقولوا كده. ولاد الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي وطلعوا من النادي الاهلي زي الشناوي وزي عبد المنعم وزي عبد القادر وزي محمد هاني وزي رامي ربيعه وزي كهربا، كهربا بداياته في النادي الاهلي وغيرهم كتير. وحتى اللعيبه اللي جت محترفه من بره بتحس ان هم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، ديانج متربي تحس انه متربي في النادي الاهلي، معلول نفس القصه والحكايه والروايه. حتى بيرسي تاو اللي ممكن يكون جديد نسبيا علينا شويه بقينا بنحس انه روح الفانيلا الحمراء موجوده جواه. وعلى فكره تاو من اللعيبه اللي جات لها عروض كتير جدا لكنه فضل انه ينجح في تجربته مع النادي الاهلي. طمنكم على قائمه بكره. واحد طبعا رامي ربيعه اللي غاب عن مباراه امبي، النهارده هيكون في فحص طبي عشان يتم تحديد يعني مدى جاهزيته للتواجد بكره قبل مواجهه الاسماعيلي في الدوري. وهو يمكن عمل يعني عمليه جراحيه صغيره كده في رجله وكان عنده خراج صغير، ويمكن دي اللي خلته يبعد عن مباراه ام بي في قبل نهائي كاس. كريم ندفد وصلاح محسن لسه في مرحله يعني الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي محطوط لهم من الجهاز الطبي بحيث ان هم يكونوا جاهزين ان شاء الله في الفتره اللي جايه. واعتقد انه ممكن قبل مباراه سيمبا، مباراه الاهلي القادمه يوم 20، هلعب مع سيمبا 20 في تنزانيا، 24 هنا في القاهره، ممكن جدا جدا يكونوا دخلوا في حسابات الجهاز الفني. طيب خليني اقول لحضراتكم انه بالنسبه لبعثه الاهلي في تنزانيا، تم الاستقرار او قرر مجلس اداره النادي انه يتم تكليف طارق انديل عضو مجلس الاداره انه يتراس بعثه الفريق الاول لكره القدم في تنزانيا لمواجهه سيمبا التنزاني. المباراه اللي هيكون ميعادها ان شاء الله يوم 20 اكتوبر، هتتلعب في دار السلام، وزي ما قلت لكم ان شاء الله نلعب 20 في تنزانيا في دار السلام، نرجع ان شاء الله بعدها باربع ايام نلعب 24 اكتوبر في القاهره. وهيقوم طبعا سيد طارق انديل بالاطمئنان على كل الترتيبات الخاصه بسفر بعثه النادي بالتنسيق طبعا مع كابتن خالد بيبو مدير الكره عشان يعني يوفروا الظروف الامثل للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهه المهمه في البطوله الاولى او النسخه الاولى من بطوله الدوري الافريقي. عندنا وقفتين النهارده مع المنتخبين الحقيقه، يمكن احنا خلاص ده اخر ماتش الاهلي والاسماعيلي، والاسبوع ده في الدوري تحديدا هو هيعقبوا على طول التوقف عشان المنتخب الاول يروح للامارات، عنده ماتشين، واحد مع زامبيا واحد مع الجزائر 12 و16 اكتوبر. فبالتالي المدير الفني مستر روجيرو ميكالي المدير الفني المنتخب الاولمبي اختار بالفعل قائمه الفريق اللي هتخوض المعسكر خلال شهر اكتوبر. المنتخب عنده مواجهتين زي ما قلت لكم يوم 12 هنا في القاهره مع الاردن، وبعدها هيبقى واجه اوزباكستان مش طاجكستان، اوزباكستان هيقابلها في طشقند بعدها باربع ايام يوم 16، والمعسكر ان شاء الله هيبتدي بعد بكره يوم الاثنين. طبعا كل ده في اطار تحضير المنتخب الاولمبي، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، يقدم اوراق اعتماده في بطوله افريقيا ويقدر ان شاء الله ياخد احلام المصريين لبعيد في بطوله او دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. اما معسكر المنتخب الاول ان شاء الله ده هيبدا اللي هيبدا بعد بكره برضو يوم 9، لكن صلاح بمناسبه طبعا تعلقه الموسم ده مع ليفربول بشكل كبير هينضم لمعسكر المنتخب في الامارات مباشره، وده هيكون يوم 10 اكتوبر عشان يستعد للمشاركه في المباراتين الوديتين اللي هتجمع منتخب مصر مع زامبيا ثم مع الجزائر. ان شاء الله يلحق بقى صلاح ببعثه المنتخب في الامارات يوم 10 ان شاء الله، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. تجربتين زامبيا اعتقد تجربه يعني جيده، لكن التجربه والاختبار الحقيقي والمحك الحقيقي للمنتخب الاول هيكون في مباراه الجزائر، مباراه هتكون قويه جدا وصعبه جدا بين اثنين من عمالقه الكره في افريقيا. طيب خليني اقول لحضراتكم يمكن من الاخبار العالميه اللي معانا، نادي نيوكاسل يجدد عقد برونو جيماريش لمدة 3 سنوات إضافية. يمكن في بيان رسمي خرج من النادي قال فيه أنه تم التوقيع مع برونو جيماريش نجم النادي نيوكاسل اللي قدم عرض وعمل واحدة من المفاجآت الكبيرة جدا طبعا في بطولة دوري أبطال أوروبا وكسب فريق باريس سان جيرمان. العقد الجديد هيمتد حتى سنة 2028، وكان يمكن جه نجم نيوكاسل
في يناير 22 من فريق ليون الفرنسي، واحد من النجوم الفريق اللي بيتألقوا الموسم ده مع فريق نيوكاسل. تجربة الحقيقة محترمة جدا، فريق نيوكاسل تستحق ان احنا يكون لينا معاها وقفة ونتكلم عليها لحلقات، لانه الفريق مش بس اثبت وجوده على المستوى المحلي، على مستوى الدوري الانجليزي اللي اكيد كل يعني اغلبنا بيعتبره اقوى دوري في العالم، لكن كمان قدر على المستوى الاوروبي انه يقدم اوراق اعتماده، انه فريق جاي مش هقول ينافس على اللقب لكن يقدر يقابل كبار اوروبا، الفرق الكبيره، الانديه الكبيره اللي عندها خبرات في البطوله وعندها طموح في انها تحقق اللقب بمنتهى القوه. وبالمناسبه الاسبوع اللي فات في الشامبيونز ليج كان مليء بالمفاجات. انا هتابع مع حضراتكم طبعا في حلقه الاربعاء اللي جاي اغلب النتائج والماتشات اللي جايه في البطوله، لكن يبدو انه السنه دي في جديد، وخصوصا بشوف انه بعد فتره رحيل كريستيانو رونالدو، ليو ميسي، وجيل بقى زي كريم بنزيما وانجولو كانتي وفيرمينيو، كل اللعيبه اللي ذهبت لدوريات اخرى وابتعدت عن الكره الاوروبيه، اتاحت لعدد كبير جدا من الاسماء والنجوم انها تظهر بشكل في منتهى القوه. عندنا مثلا جمال موسيالا في البايرن، عندنا جود بيلينغهام في الريال، وعندنا لامين يامال في البارسا، وغيرهم نجوم كتير جدا هيكون لينا معاهم وقفه. خليني بس اخدكم لفقره الاهلي في كل مكان، وتعالوا نشوف هتكون منين النهارده. الزمان يوم الاربعاء اللي فات، والمكان كان ملعب استاد القاهره، والمناسبه كانت قبل نهائي كاس مصر الاهلي وامبي، وكانت رابطه النادي الاهلي في الكويت جاهزه عشان تسجل لنا متابعتها للماتش واحتفالاتها بفوز النادي الاهلي ورايها في المباراه. تعالوا نشوف رابطه الاهلي في الكويت شجعت ازاي، ونروح للاهلي في كل مكان. ان شاء الله ده الاهلي، هو ده اللي احنا تعودنا عليه، ان شاء الله موسم اكتساح بامر الله، مفيش حد هيقف قدامنا، مفيش فريق في افريقيا ان شاء الله رب العالمين هيقف قدام الاهلي. المنظر اللي احنا شايفينه النهارده لعيبه رجوله وروح، مفيش حد هيقف قدامنا في افريقيا. ال 12 اهلاويه بامر الله، طول ما اللعيبه دي روحها ورجولتها وطول ما الجمهور الاهلي ورا اللعيبه، ان شاء الله بطولتنا ال 12 مش بنفكر في الدوري ولا في الكاس، دول حاجات بناخدهم واحنا نايمين في بيوتنا، اهم حاجه عندنا ال 12، كلنا ثقه في ربنا ثم رجالتنا في ال 12. تقول ايه عن الترحال اللي كان في السعوديه؟ احنا جمهور الاهلي ورا الاهلي في اي مكان، رحت السعوديه، رحت الامارات، رحت قطر، رحت اي حد اي مكان في الدنيا هتلاقي جمهور الاهلي متواجد ان شاء الله رب العالمين. عملنا ترحال جمهور الاهلي في كل الخليج، عمل ترحال ورا الاهلي في اي حته، ان شاء الله ترحالنا اللي جاي اول ترحال للبحرين ان شاء الله السوبر الباسكت، وان شاء الله مع الاهلي في كاس العالم في السعوديه ان شاء الله رب العالمين. هاني تقول ايه الماتش النهارده؟ الحمد لله ماتش جميل النهارده، والفريق ادى بمتعه، والفريق النهارده ابدع كالعاده مع مارسيل كولر، ما شاء الله الفرقه دلوقتي كامله ومكتمله، والبديل زي الاساس. قول لي امام عاشور. امام عاشور ما شاء الله صفقه القرن بالنسبه لنا، وبصراحه ربنا لاعب سوبر. وتقول ايه المودست؟ مودست بدايه كويسه النهارده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله هيبقى الفتره الجايه يرفع الضغط على عليه الهدف ده وهيبقى احسن فتره. هتعملوا ايه في ترحال الاهلي للسعوديه والبحرين؟ في كل مكان ورا النادي الاهلي، ماتشات وديه، بطولات رسميه، سله طايره، وراه في كل مكان ان شاء الله. عايز تقول ايه بقى للجمهور وللعيبه والاداره؟ بصراحه ربنا الاداره وفرت كل حاجه كويسه للنادي، وما شاء الله ما قصرتش لا مع الجمهور ولا مع اللعيبه، حتى في التعاقدات جابت اللي احنا بنحلم بيه وزياده كمان الحمد لله، ما قصرتش. وده هتقول ايه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، الف مبروك لامام عاشور على اول هدف ليه، ونسمع ان شاء الله في اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله نعوض كل البطولات بقى. داو تقول ايه النهارده الماتش النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي ومبارك لبيبو اللي عمل الفريق ده، والصفقه الاهم والاقوى للاهلي كولر، فبحييه. تقول ايه الماتش النهارده هاني؟ الف مبروك الفوز النهارده، فوز مهم جدا، احنا بدانا الموسم بخساره، والاهلي لما بيخسر بطوله بيعوضها بجميع البطولات بعد كده بيكتسح، وانا مبسوط جدا ان امام عاشور النهارده ومودلز احرزوا اول اهدافهم، والف الف مبروك. طول الماتش النهارده كيكو. الف مبروك لجماهير الاهلي في كل مكان، والف مبروك للعيبه، وان شاء الله القادم احسن واللي جاي افضل، وان شاء الله تكون دفعه معنويه كبيره لامام ومودلز ان شاء الله للي جاي، ويكون يشيل منهم الضغط، وان شاء الله اللي جاي كله الاهلي. طول الماتش النهارده خيري. ايمن ان شاء الله
طول الماتش النهارده ماتش الكوره عامل النهارده ماتش تكتيك عالمي يعرف ازاي يفوز الاهلي دايما بيعرف ازاي يفوز الاهلي دايما رقم واحد واحنا في ظهر الاهلي في كل مكان ان شاء الله دايما الاهلي بيبدعنا ودايما بيشرفنا وان شاء الله بدايه حلوه للمدرب كل الدعم ليه وامام عاشور احنا وراك بندعمك ما تخافش من اي حد جمهور طول ما جمهور الاهلي ورا لعيب طول ما هو هيكون ان شاء الله رقم واحد في مصر. عارف هتقول ايه الماتش النهارده يا ابو حمد؟ الحمد لله ربنا وفقنا ونفضل ان شاء الله داعمين للنادي الاهلي. تقول ايه الماتش النهارده؟ نقول الف مبروك للنادي الاهلي واحنا وراك في كل مكان وان شاء الله كل البطولات جايه بعد كده باذن رب العالمين والف مبروك لكل الصفقات. وليد تقول ايه الماتش النهارده؟ قول الف مبروك للنادي الاهلي وبدايه موفقه ان شاء الله للنادي عاشور وان شاء الله اللي جاي احسن واحنا وراك يا امام و ألف ألف مبروك للنادي. البس التيشيرت تقول ايه الماتش النهارده؟ ألف مبروك للنادي ولجمهوره، الحمد لله عندنا فريق متكامل، البديل زي الأساسي، مودست إن شاء الله الفترة الجاية هيبدأ أكتر من كده. ألف مبروك للنادي الأهلي ونتمنى يفضل على مستواه كده على طول وإحنا وراك يا أهلي في كل مكان. تقول ايه الماتش النهارده كابتني؟ ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله نتقدم وألف مبروك لإمام بداية موفقة إن شاء الله هو مدير عام عمر ألف مبروك للنادي الأهلي كان في زمان ربعات الخيام دلوقتي سلسلات كورة أحلى حلقة مارادونا تقول ايه الماتش النهارده؟ ألف مبروك للأهلي والأهلاوية على طول كده إن شاء الله نور. ألف مبروك للنادي الأهلي عملوا النهارده طبعا كل التحيه لرابطه النادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي في دوله الكويت اللي تابعوا مباراه الاهلي وام بي وبعتوا لنا فيديوهاتهم وهم بيتابعوا ومطمنين زي اغلب جماهير النادي الاهلي على الشكل وعلى الاداء وعلى النتائج اللي بيحققها الاهلي في الموسم ده تقدر تقول الموسم العلامه الكامله باستثناء طبعا انا بشوف مباراه اتحاد العاصمه لو كانت الاهلي توج بيها يعني كانت هتبقى السادسه بالنسبه للموسم الاخير لكن بدايه من المباراه المصري في الموسم ده في الدوري ثم دور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا مع سان جورج ثم مباراه ام بي في قبل نهائي كاس مصر وصولا لمباراه بكره ان شاء الله هنتكلم عليها النهارده الاهلي ماشي بشكل كويس جدا ومهتمين جدا بكل روابط النادي الاهلي اللي موجوده في الخليج زي ما سمعت كده وشفت حضرتك من دقائق اهتمامهم بالاهلي وانتظارهم للاهلي في بطوله كاس العالم اللي بالتاكيد هيكونوا متواجدين لتشجيع النادي الاهلي ومساندته كما تعودنا من اللاعب رقم واحد جمهور النادي الاهلي العظيم. قبل ما افتح الملفات ارحب بدايه بكابتن ابو المجد مصطفى ضيفي النهارده في السادسه اللي بيشرفنا طبعا. مساء الخير يا كابتن ابو المجد واهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ وسعيد جدا طبعا وجودي مع حضرتك النهارده وفي قناه النادي الاهلي طبعا. يمكن وحشيني جدا والله بقالي فتره ما نور الدنيا دايما ما تواجدتش معاكم ف يعني ببقى مبسوط جدا لما ببقى موجود في مكاني يعني انت جاي في وقت حلو وقت الناس كلها مبسوطه الحمد لله العروض رائعه النتائج اروع مشوار الاهلي وجماهير النادي الاهلي متفائله جدا زي ما سمعت كده يعني الناس النهارده بتقول لك وانا بتفرج عليهم بشوف الفيديو بتاع رابطه الاهلي احنا تفكيرنا كله في دوري ابطال افريقيا ال 12 وكاس العالم الدوري والكاس احنا ان شاء الله مطمنين ومتاكدين مفيش حاجه سهله طبعا بس يعني الناس حاسه انه الاهلي السنه دي في حته تانية خالص يعني طبعا ده دليل طبعا على الفتره اللي فاتت اللي النادي الاهلي مقدم فيها عروض هايله ويمكن زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم السنه دي يمكن النادي الاهلي محقق العلامه الكامله في البطولات وكمان في الاداء يمكن الاداء الفتره اللي فاتت احنا شفنا النادي الاهلي لفترات طويله جدا الاداء الفني بيبقى شغال بشكل كويس والدنيا مستقره مع اللعيبه
فيمكن ده هو اللي مد الثقه قوي للجمهور ومد الثقه للناس في الفتره اللي جايه، ومخلي الناس عندها طموحات وعندها تطلعات ان النادي الاهلي يحقق السنه دي نفس الفكره العلامه الكامله. ان ده برضه يعني شايف ان ده هيبقى ضغط كبير جدا للعيبه الفتره اللي جايه، ولازم اللعيبه تبدا من البدايه من دلوقتي. يمكن عندهم بطولات كتيره السنه دي، عندهم حاجات يقدروا يشتغلوا عليها ويحققوا انجازات تضاف للنادي الاهلي وتضاف للعيبه. فانا شايف ان السنه دي تبقى الامور صعبه شويه، لكن بالتعب ونفس التركيز وبنفس السيستم اللي شغالين بيه هتلاقي الامور شغاله بشكل كويس. طب انا عايز ابدا معاك من التخوف الوحيد اللي ممكن يبقى موجود، او الحاجه النقطه اللي ممكن يعني تبقى قلق الناس شويه. مفيش شك انه كره الاهلي مع كولر جت بسرعه، يعني مش بس الموسم ده، انا بتكلم حتى على الموسم اللي فات. شفنا الاهلي بيلعب كره، الالقاب والبطولات احنا يعني خلينا متفقين متعودين ان الاهلي يعني ما فيش سيزون بيطلع من غير ما بيكون حقق القاب وبطولات، لكن تجربه كولر السنه دي بتقول كمان ان كره الاهلي اتطورت وراحت في حته الجماهير كانت منتظراها، وده اتاكد عليه كمان السنه دي وخصوصا مع تالق الصفقات الجديده، وهتكلم على اسم منهم. لكن يمكن تكون النقطه اللي مقلقه شويه فكره انه كل ما بالعجله تدور والانسجام يبقى كويس والكيرف بتاع الفريق يعلى هيجي لك توقف. احنا النهارده بنتكلم على ماتش الاسماعيلي، بعده توقف الاجنده الدوليه، بعده نبدا السوبر ليج او الافريكان ليج، بعده توقف الدولي عشان تصفيات كاس العالم، بعده دوري الابطال، بعده كاس. قصه التوقفات دي ممكن تكون نقطه مقلقه جدا كابتن ابو المجد. يمكن مثال الفكره التوقفات ممكن هتبقى في وقت من الاوقات يعني في صالح النادي الاهلي، في صالح النادي الاهلي. يعني شايف ان التوقفات اللي موجوده هتلاقي النادي الاهلي برضو ما بيريحش، مش من الفرق اللي بتريح. هتلاقي برضو على فترات ممكن تبقى وقت الراحه او وقت الفرق ما بين الماتش ده والماتش اللي بعديه وقت، لكن هتلاقيه برضو في نفس الريتم. هي الفكره انك انت تحافظ على نفس الشكل ونفس حاله الانسجام ونفس مستوى الاداء اللي انت بتقدمه، حتى رغم انه الفريق بيبقى مثلا مفتقد. انت بتتكلم تقريبا في حوالي 15 لعيب ما بين محترفين اجانب وما بين لاعبين مصريين بيلعبوا في منتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي. هي الفتره انا بتكلم على الفتره اللي هي بتاعه المنتخب ديت، انا شايف ان هي مش هتاثر بالشكل الكبير قوي. انت بتتكلم ان اللعيبه هتبقى برضو في شغاله وفي وبتقدم ماتشات وبتلعب ماتشات دوليه، فانت هتلاقي الامور بالنسبه لها مش راحه سلبيه او مش زي بقيه الانديه. هتلاقي اللعيبه ممكن تاخد راحه، ففي في 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 انديه بتستفاد من الفتره ديت ان هو بيبدا يعيد حساباته وبيبدا يشتغل على المشاكل اللي عنده. لكن انا بتكلم ان النادي الاهلي في الفتره ديت مش يعني انا شايف ان مش هيتاثر بشكل كبير، خاصه ان اللعيبه زي ما حضرتك بتقول معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي بتشارك ورجليها في الماتشات، وهتلاقي الامور بالنسبه لها ما فيهاش مشكله. لما هيجي يرجع النادي الاهلي هيبدا يخش في الفرقه عادي، ما مش هتلاقي الجاب ده او التخوف. صحيح. اللي هو النقطه الثانيه هو كم المباريات اللي هتلعب قبل بطوله كاس العالم، ودي نقطه برضو الى حد ما لازم تتاخد في الاعتبار. انا عارف انه كل جماهير النادي الاهلي كلها بدون استثناء لا نستثني منهم احدا عينها على السعوديه وعينها على بطوله كاس العالم، اللي شايفين انه الاهلي السنه دي قادر ان شاء الله يروح فيها لبعيد. ازاي توصل مع كل الالتزامات والارتباطات دي؟ هتكون لعبت افرو ليج وخلصتها، هتكون دخلت مشوارك في الشامبيونز ليج في دور المجموعات، هتكون لعبت في الدوري، هتكون لعبتك لعبت مع منتخبات مصر في تصفيات كاس العالم وفي التوقفات الدوليه. كل ده ازاي تحافظ على فورمه اللعيبه وان شاء الله ربنا يكفيهم شر الاصابات وتكون واصل لبطوله كاس العالم في اعلى مستوى. خليني اسمع راي كابتن ابو المجد، بس تسمح لنا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي في الجزيره نتابع التمرينه الاخيره للنادي الاهلي قبل ماتش الاسماعيلي بكره ان شاء الله، ونطمن على الفريق قبل لحظات من تحركه ان شاء الله لاسكندريه استعدادا لمواجهه الاسماعيلي بكره ان شاء الله. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك والكابتن المجد مصطفى. يعني تطمنا كده اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده ايه؟ مين شارك في التمرينه؟ مين ما ظهرش فيها وممكن يكون خارج الحسابات بكره ان شاء الله؟
يعني حالا دلوقتي وانا بكلمك يا احمد التدريب انتهى يعني بالفعل، لاعبين بس يمكن بيقضوا صلاه المغرب، ومن بعدها كل استعداد ان شاء الله للسفر لمدينه الاسكندريه للمبيت بمدينه برج العرب استعدادا ان شاء الله لمباراه الاسماعيلي غدا في الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز. يمكن التدريب بدا في تمام الخامسه مساء، التدريب طبعا في بدايته كان في محاضره للجهاز الفني في ارض الملعب، مستر مارسيل كولر كان بيتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المباراه واهميه ان احنا نعمل نتيجه جيده في الدوري قبل طبعا زي ما انت قلت توقف الدوري، ومن بعدها بطوله الدوري الافريقي اللي هيستمر مشاركه الفريق فيها باذن الله لمده 3 اسابيع وهيغيب فيها عن بطوله الدوري. بعد كده كان في تدريبات بدنيه قويه جدا شارك فيها كل اللاعبين، ومن بعدها بعد التدريبات بالكره والتدريبات الخططيه، ويمكن تم اختتام التدريب بتقسيمه بسيطه كده في نص ملعب ما بين اللاعبين، وطبعا تم بعض يعني تدريب بعض اللاعبين على بعض الجمل او الحاجات الفنيه الخاصه والتدريبات التخصصيه، ومن بعدها زي ما قلت لك انتهى التدريب تماما. ونحن يعني احنا دلوقتي حالا في انتظار تحرك الفريق باذن الله لمعارضه الاسكندريه، ومحمل بدعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باداء مباراه كبيره، وان شاء الله العوده ب3 نقاط من مدينه الاسكندريه. يمكن يا احمد يمكن معظم اللاعبين الحمد لله موجودين في تدريب الغيابات، بس فقط طبعا اللاعبين اللي بقالهم فتره بيغيبوا للاصابه عمرو السوليه، محمود متولي، صلاح محسن، وكريم نيدفيد، وخلاص يعني طمنا من دكتور احمد جاب الله ان هم في اخر مراحل برنامجهم الاستشفائي والعلاجي. خالد عبد الفتاح موجود في التدريبات وتحت امر الجهاز الفني للمشاركه في المباراه يا احمد. يمكن كان طبعا في حذر شويه في الدفع بيه في المباريات، ولكن عمل اشعه واثبت سلامته بشكل تام وجاهزيته للمشاركه في المباراه. رضا سليم موجود ادى التدريب بشكل كامل، كان موجود كمان من قبل ماتش انبي، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر فضل راحته وان شاء الله يعني تحت امر الجهاز الفني اذا حب يشاركه بكره. مودست طبعا موجود في التدريبات وموجود بيشد بشكل اكثر من رائع، بقيه اللاعبين كلهم حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائع، يمكن بس رامي ربيعه طبعا لاجراء عمليه جراحيه بسيطه لازاله خراج من القدم هو بس اللي مش موجود، ولكن باستثناء كده كل اللاعبين موجودين، وان شاء الله بكره يكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره، وان شاء الله حصل 3 نقاط جديده في مشوار بطوله الدوري العام ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرينه النهارده اللي انتهت زي ما قلت لحضراتكم من دقائق، والفريق كمان يعني دقائق بسيطه هيتوجه ان شاء الله الاسكندريه للمبيت هناك عشان يقابل الاسماعيلي بكره. كنت بكلم معاك في فكره يعني طبعا هو مستر كولر الحقيقه يمكن شفنا ده حتى في 4 ماتشات، يمكن بدانا الموسم ب4 ماتشات لكن شايفين قصه الروتيشن. يمكن احنا معانا تشكيله الاهلي في الماتشات الاربعه ما فيش 11 شبه 11، دايما في روتيشن، لكن برده مهم جدا تحافظ على فرقتك في ظل الضغط الكبير جدا من البطولات. تبدا دوري ابطال بتلعب في 5 بطولات في 3 شهور، تلعب بطولتين مكتملتين كاس عالم انديه افريكان ليج، هتلعب جزء في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، هتلعب في الدوري، هتلعب في الكاس. يمكن ده اللي انا كنت بتكلم مع حضرتك عليه من شويه، ان فكره الماتشات والتوقفات والحاجات اللي هتحصل ده هيبقى النادي الاهلي بعيد عنها شويه، ان هو هيبقى عنده كذا حاجه بيشتغل فيها. فكره الروتيشن مستر كولر يمكن عاملها من بدري قوي، ويمكن من اول ما جه النادي الاهلي، وانا شايف ان من الحاجات الايجابيه ممكن اتكلمت مع حضرتك السنه اللي فاتت فيها ان عاملها بشكل جيد فكره الروتيشن وفكره تجهيز جميع اللاعبين. يمكن كنا بنعالي فيها من فتره مع بيتس موسيماني عشان اللعيبه اللي كانت بتبقى بعيده لفترات عن المباريات وبيبدا يحتاجها ما كانتش بتادي بنفس الشكل اللي انت بتبقى عايزه، لكن دي من الحاجات اللي تحسب له، خاصة الحالة اللي فيها النادي الأهلي وطريقة اللعب وسيستم اللعب. أنا شايف إن كل دوت عامل الفارق الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي، ويمكن مخلي الأداء ثابت بشكل كبير جدا. شايف إن أنت برضو في ظل الروتيشن اللي أنت بتعمله أنت عندك ثوابت جوه الملعب، أو عندك يعني هيكل تيم أو ناس بتقدر تبنى عليها بشكل كويس. يمكن الحاجات ديت هي اللي مسهله الامور شويه في حته لما بيبقى في روتيشن او في لعيبه داخله ما بتحسش بالفارق او ما بتحسش ان في مشكله. بالعكس وشايف في يعني انت كان عندك في ماتش سان جورج العوده 6 لعيبه بيلعبوا او بيشاركوا لاول مره، وفي النهايه انا بتكلم على المردود الجماعي، كره الاهلي ما تاثرتش، كره الاهلي هي كره الاهلي، قوة، استحواذ، سيطرة، ثبات في المستوى على مدار 90 دقيقة، حتى على مستوى التسجيل مفنش ب4 أهداف. هو ده اللي أنا بقول لحضرتك عليه، إن هي فكرة أنت عندك سيستم لعب ثابت، أي حد بينزل، أي حد بيبقى متواجد بيشارك. بتضايق اللعيبة الحكاية دي؟
لا خالص. عم كام على مستوى اللعيبه ولا دي احسن بالنسبه للعيبه؟ تحس انه يعني في النهايه برضو انت بتتكلم على 30 نجم، مفيش لعيب في النادي الاهلي مش نجم وعندوش احساس بنفسه، عارف طبعا انه كله في اطار يعني الجماعيه، تفضيل مصلحه النادي الاهلي، انا مدرك، بس احنا في النهايه بشر. فكره انك انت تبقى بتلعب مره وبتقعد مره، فكره انك انت تحس انك عملت جيم كبير جدا فلقيت نفسك شوط الماتش اللي بعده على طول قاعد دكه او حتى بره ال18، اللعيبه ممكن تتضايق منها ولا دي بالعكس فيها اكتر حته انه في عداله وفي فرص متساويه وان الكل بيلعب فالناس كلها تبقى مبسوطه ومرتاحه؟ بص، انا شايف من اكبر الحاجات اللي مستر كولر نجح فيها الفتره اللي فاتت الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها، النجم يعني انت نجم في الملعب، نجم بادائك، يمكن فكره ان انت تبقى في كل مركز في حد بيدبدب ورا اللعيب الاساسي، انا شايف ان دي منجحه الفرقه الفتره اللي فاتت ومخليها كل اللعيبه بتنزل بتادي بشكل كويس. مهم جدا لازم يبقى عندك سكواد كويس، مهم يبقى عندك لعيبه بتشتغل كل واحد عايز يحجز مكانه. وانا شايف الفتره اللي فاتت بالعكس، انا شايف ان ديت الموضوع في ايد اللعيب، انت اللي بتحدد انت تبقى متواجد ولا لا. انا كمدرب ببقى محتاج ان انا افضل حد او افضل مجموعه موجوده شغاله، ده اللي مثلا انا ببدا بيها. لكن في الاخر القرار بيبقى قرار اللعيب، فانا شايف ان الفتره اللي فاتت بس تدوير كولر مش بس مبني على ده، يعني في ماتشات، يعني خلينا نقول وان كنا متفقين على الخامه على القماشه، لكن ممكن مثلا كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا، محمد ضوي كريستو ما يكونوش وصلوا لاعلى مستوياتهم، فبالتالي منافستهم لاسماء تانية في الفريق او في نفس المركز ممكن تظلمهم شويه. ومع ذلك الراجل اداهم ماتشات واصر على كوكا، خد اكتر من مباراه بالمناسبه وبدا اساسي اكتر من مباراه، فواضح كمان انه مش معيار الاجاده بس. طب خليني ابارك لجمهور نادي الاهلي، الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا في كره اليد، كسب فريق جي اس كينساشا بنتيجه كام؟ 37-23. مبروك النادي الاهلي لقب السادس في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي حققها على حساب جي اس كي او جي اس كينساشا الكونغولي. الحقيقه يمكن يعني اليد مفرحانه، فرقه اليد مفرحانه الحقيقه بشكل كبير جدا. طبعا دي لحظات بعد نهايه المباراة لصالح النادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي، بطولة غالية. وطبعا دي لحظات بعد انتهاء المباراة 36، لو أنا شايف 23 بالظبط كده، جي اس كي الكونغولي. بمناسبة الفريق اللي واجهه النادي الأهلي هو صاحب الأرض والملعب والجمهور طبعا بالتبعية، لكن الأهلي تفوق بفارق كبير جدا. مبروك أبطال النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي. طيب يلا نروح لقصه يعني تقول لك مثلا كريستو خد فرصه، وبمناسبه عايز اسمع تقييمك لمين اجاد في استغلال الفرصه دي، مين ما اجادش. كريم دبيس خد فرصه، احمد نبيل كوكا، بتكلم على الوجوه اللي طبعا يعني كان فيه مساحه مشاركه اكبر السنه دي. يمكن انا شايف ان اكتر حاجه الفتره اللي فاتت يعني انا شايفها ايجابيه توقيت المجموعه اللي شاركت في المباراه اللي فاتت، يعني أيوة. يعني التوقيت مهم جدا، ان انت لما تيجي تختار توقيت للعيب ممكن يبقى بعيد شويه او انت محتاج تديله، او لعيب بيبقى لسه داخل النادي الاهلي، مهم جدا ان انت تختار التوقيتات. معلش أيوة. انا بس باكد انه النتيجه بتاعه المباراه انتهت 37-23 مش 36، هم عدلوا النتيجه بعد ما كانت مكتوبه غلط طبعا، فهي 37-23 لصالح النادي الاهلي. تمام. اللي انا كنت بتكلم فيه آسف على لا خالص اللي بتكلم فيه ان انت حضرتك لازم تبقى مهم جدا اختيارات التوقيتات بتاعت اللعيبه ديت، وانا شايف ان التوقيت اللي الناس شاركت فيه خدم اللعيبه ديت. الانطباع الاولاني اللي انت بتاخده عن اللعيبه الجديده لما بتيجي تخش تشارك في اول مباراه بيبقى مهم جدا، وبدليل ان انت كل الناس اللي شاركت انا شايف ان هي نجحت بنسبه كبيره جدا وادت بشكل كويس، وده عشان الثبات الفني اللي احنا بنتكلم فيه من بدايه الحلقه. يمكن اللعيبه لما بدات تخش مع المجموعه فبدات الامور بالنسبه لها سهله،
ما فيهاش اي مشكله بالذات في بدايه الموسم بالظبط فما عندهمش مشكله. فعشان كده ما حسيتش ان في مشكله او ان انت مثلا شاركت باثنين ثلاثه لعيبه خارج التشكيل الاساسي فده ممكن يعملك دروب. لا ده ما حصلش، وانا شايف ان التوقيت كان مناسب جدا لدخولهم. فكره المنافسه وفكره ان اللعيبه كلها تبقى متواجده وجاهزه، انا شايف ان دي حاجه ودي رساله برضو للعيبه كلها انه انا محتاجك. يعني طبعا انت انا بجهزك وبدي لك مساحه مشاركه عشان انت ليك دور معايا الموسم طبعًا. ده فبالتالي لازم تبقى في لعيبه على فكره يعني متهيألي يعني في طريقه تفكير او عقليه ممكن لو لها نفسه كتير ما بيشاركش او كتير المدرب مش بيديله فرصه هو شخصيا بيهبط مستواه بينزل او ما بيبقاش عنده دوافع او بيحس انه يعني ملوش دور كبير. بص يعني زي ما قلت لك اللعيب لحظات الاحتفال طبعا بطوله غابت من 2016 يا كابتن ابو المجد فالفرحه كبيره شويه. الاهلي ما تعودش انه يبعد كتير كده لكن في النهايه رجعت لبيتها يعني القاره السمراء تحت السيطره في كل الالعاب والرياضات. مبروك لجماهير نادي الاهلي ومبروك لابطال نادي الاهلي، فرحه كبيره طبعا. تبقى بتفرق كمان البطوله قوي لما بتتحقق بره ملعبك طبعا. يعني البطولات اللي احنا خدناها كل البطولات غير لا بس بيبقى لها طعم بصراحه وطعم تاني بصراحه. البطولات بتبقى الامور مختلفه صح فبتفرق بتبقى فرح اكبر شويه. بس كنا بتكلم على فكره ان اللعيبه تبقى اللعيب اللي هو بيزعل او بيبقى متضايق او زي ما انت بتقول ان هو ممكن يهمت شويه او ما يبقاش عنده الدوافع دي متهيألي مش موجوده في النادي الاهلي. اللعيبه كلها عارفه ان في الوقت اللي انت مش هتبقى بتشارك فيه بشكل كبير او بشكل مستمر هتبقى المشكله عندك انت مش عند المدير الفني او الجهاز. لازم تقاتل عشان تبقى متواجد ولازم تبقى ليك دور فعال عشان تقدر تحافظ على مكانك جوه الفرقه. فده انا شايف في الاساس اللعيب. طبعا انا شايف ان برضو الفتره اللي فاتت من رؤيتي للمجموعه انا شايف ان في اريحيه حتى في اي قرار مستر كولر بياخده للعيبه. اللعيب بيبقى راضي حتى لو ما لعبش او ما بقاش متواجد. انا شايف ان هو اكيد ادارتك انت جوه الفرقه دي مهمه جدا 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 عشان ما فيش حد زي ما حضرتك بتقول يهمد او يبعد. فدي لو الراجل شاطر في حته الكنترول والباور من غير صدام يعني بالزبط. في مدربين ممكن يبقوا شويه اجريسيف يبقى يعني عنيف شويه في التعامل فبالتالي ممكن اللعيبه يبقى ما تقبلش ده فيحصل الصدام بينهم وبين بعض. لكن هو الحقيقه واحده من الحاجات ودي حاجه الناس ما تحسهاش يمكن في فريق او في اوضه لبس زي النادي الاهلي لما تكون عندك الكم الكبير جدا من النجوم بس انت مضطر تلعب 11. انت لو عليك عايز تلعبهم كلهم بس انت مطالب منك كل ماتش 11 فبالتالي في 19 يا بره قايمه يا قاعدين على البنش بره جنب المدرب. ففكره انك تعمل الكنترول ده وتحافظ على السكواد بتاعك دي حاجه تحسب لمارسيل كولر. هي الفكره كلها برضو الموضوع مش موضوع ان المدير الفني بيحط تشكيل بس. لا هو اللي ادوار ادوار ثانيه وادوار اهم بكتير جدا جوه الفرقه. صح. فكره ان انت تبقى محافظ على كل الناس دي زي ما حضرتك قلت مش اي حد ممكن يقدر يعملها. ونقطة تانية يا كابتن مجدي دي هاجي فيها الماتش بكرة بس مش يعني بعد ما اروح عايز اروح معاك قبل ما عشان افرت الاسماعيلي براحتنا ان المدير الفني بيحط يعني هو بيذاكر الماتش ده وبيحضر الماتش ده حاطط عينه كمان على حاجات جاية بعدين لا الجمهور شايفها ولا ممكن اللعيبة كمان تكون مدخلاها في حساباتها زي ماتش بكرة. ماتش بكرة ليه حسابات مهمة جدا هتكلم فيه مع كابتن ابو المجد بس عايز اروح معاك واروح مع الناس لقرعة دوري الابطال الاول. ايه رأيك؟ اتفضل يا كابتن. ناخد رأيك فيها كده ونشوف شكل المنافسة في المجموعات الأربعة في بطولة دوري الأبطال ومواعيد انطلاقة أو انطلاق مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. احنا اتفقنا إن مباراة سيمبا هي اللي جاية بالنسبة لنا بعد ماتش الإسماعيلي. طيب نستعرض سيمبا في الدوري الأفريقي صح؟ سيمبا في الدوري الأفريقي طبعا اللي احنا بنشوفه ده دوري أبطال إفريقيا. احنا معانا سيمبا في الدوري الافريقي اللي هو كان اسمه قبل كده سوبر ليج عشان الناس شويه لسه برضو متلخبطه شويه. سوبر ليج بيبتدي من دور الثمانيه ثم دور الاربعه ثم الدور المباراه النهائيه. الجروب ايه عندنا فيها كابتن ابو المجد مامالدي سان داونز وبيراميدز ومازيمبي مظبوط
ونيو ايزيو. تمام، نوازيبو الموريتاني. طيب نروح لجروب بي، هنرجع لمجموعه مجموعه بس خلينا نستعرض الاربع مجموعات. جروب بي عندنا الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، اسيك جون الايفواري طبعا. جوانجو جالاكسي. ده برضو من بوتسوان. مجموعه سي الترجي التونسي، بيترو اتلتيكو، الهلال السوداني، النجم الساحلي. تمام، والمجموعه دي مجموعه النادي الاهلي. طبعا الاهلي على راس المجموعه، معاه فيها طبعا النادي الاهلي، شباب بولزداد الجزائري، يانج افريكاز التنزاني، ميدياما الغاني. وبالمناسبه ميدياما ده نادي يعني مش من الانديه، هو مش من الانديه الكبيره في غانا، لكن النادي ملوش تاريخ، تاسس اعتقد سنه 2010. مشاركاته السابقه قبل كده في الكونفدراليه، افضل مركز حققه فيها المركز الرابع. هو من غانا فعلا، وغانا دوله كبيره في كره القدم، لكنه ما يعتبرش من الانديه الكبيره، مش زي مثلا اشانتي كوتوكا في يعني في عزه او في مجده، لكنه في النهايه موجود في دوري الابطال او تاهل لدوري الابطال، ففريق لابد ان احنا نعمله او نبص له بعين الاعتبار. شايف توزيعة المجموعات ازاي وشايف المجموعه الصعبه؟ خليني ابدا بالمجموعه ايه، خلينا نختم بالاهلي عشان هتكلم فيها كتير شويه. ماماليدي سان داونز، مازيمبي الكونغولي، والاثنين ليهم صوالات وجولات في دوري ابطال افريقيا. بيراميدز الوافد الجديد، اول مشاركه واول ظهور في دوري الابطال، ومعاهم نوازيبو الموريتاني. يعني شايف طبعا صراحة للمجموعه الاولى، يمكن انا شايف المجموعه قويه المجموعة دي طبعا. بتتكلم زي ما حضرتك قلت، يمكن اول مشاركه لبيراميدز في دوري الابطال. طبعا سان داونز من الفرق المصنفه طبعا على هيعاني بيراميدز في المجموعه طبعًا دي طبعا. بس لكن برضه في نفس الوقت، لكن بالظبط، لكن في نفس الوقت طبعا انت بتتكلم يمكن بيراميدز معاه سكواد عالي، معاه مجموعه لعيبه كويسه طبعًا. يقدر ان هو يعني يقدر ان هو يبقى في المنافسه. لكن يعني ما فيش شك ان المجموعه صعبه جدا، ويمكن البدايات في المجموعه ديت هتفرق كتير جدا. يعني لو انت بدات بشكل كويس او بدات بمكسب وقدرت تجمع في البدايه، هتلاقي الامور بالنسبه لك سهله. صحيح. المجموعه بي او المجموعه الثانيه، يعني انا شايف ان يعني مجموعه متوازنه، يمكن اكتر الناس او اكتر الفرق اللي هي تقدر تكمل للدور اللي بعد كده، يمكن الوداد وسيمبا. الوداد وسيمبا يمكن من الفرق اللي هي بتنافس بشكل قوي من خلال البطولات الفتره اللي فاتت. هتلاقيهم بيعدوا الادوار وبيوصلوا الادوار النهائيه، فتلاقي الامور بالنسبه لهم يعني استبعدت اسك ميموزا الايفواري طبعا. اسك ميموزا اللي هو كان اسك ابيدجان. كان واحد طبعا من الفرق الثقيله جدا في افريقيا، بس كان ما اعرفش النسخه اللي هتظهر في دوري الابطال ممكن تكون ايه، لكن اللي شفته في الدور التمهيدي انه السنه دي بجد الكوره بتتغير في افريقيا. متفق معاك طبعا في فكره ان الامور في افريقيا اختلفت بشكل كبير جدا، دخلت الفلوس ودخلت استثمارات طبعًا. حتى في انديه صغيره، النادي اللي كان بيلعب قدام الزمالك في الدور التمهيدي فرقه يعني جيبوتي، فرقه بطل جيبوتي اللي ظهر قبل كده قدام المقاولين، عشان الناس قاعده تقول شال من المقاولين تسعه، وكان لا لا كان الموضوع مختلف تماما. لا دي فرقه ثانيه خالص وبقصه ثانيه خالص يعني. لكن اللي انا بتكلم فيه ان برضو البطولات الافريقيه بتبقى محتاجه الخبرات الاكثر، يعني بتبقى انت في فرق بتقدر تتعامل بشكل كويس قوي في بطوله افريقيا، بتبقى عارفه الاجواء ايه، بتبقى عارفه الامور ممكن بتدار بشكل. خليني اقول لك، انت اخترت الوداد وسيمبا. سيمبا من 3-4 سنين ما كانش حد يفكر انه هيوصل لانه يبقى واحد من الفرق المنوره كده بس في افريقيا. بس هو بقاله 4 سنين انا بقول لك في ماشي تحول بشكل كويس. بالظبط النهارده بنقول سيمبا التنزاني، يعني تنزانيا بقى عندها فريق ليه كل الاحترام والتقدير وانت بتواجهه، وده الفريق اللي احنا بنلعب معاه. هو من الفرق، الامور في هناك في سيمبا صعبه جدا، يعني الماتشات اللي بتبقى موجوده على ملعبه صعبه جدا، بتبقى يعني لو قدرت ان انت تطلع دروم بيبقى مكسب. سيمبا معادله مهمه في ماتش الاسماعيلي بكره هتكلم معاك فيها. نروح للمجموعه الثالثه الاول بس. طبعا المجموعه الثالثه فيها الترجي التونسي وبيترو اتلتيكو والهلال السوداني والنجم الساحلي.
يمكن انا شايف ان المجموعه دي برضو مجموعه قويه. المجموعه دي فيها توازن جدا بالظبط، يعني بصرف النظر عن تصنيف الفرق مين يعني مين تصنيف اول مين تصنيف رابع، لكن في توازن قوي بين تحس الاربع فرق هيبقى مواجهات ناريه بالزبط. والمجموعه دي هتبقى الفوارق فيها في نهايه المشوار ممكن نقاط نقط بسيطه او نقطه او فوارق اهداف. انا معاك في او مواجهات مباشره بصراحه، انا معاك في الراي دوت، بس انا بتكلم برضو ان الهلال السوداني يمكن من من الفرق اللي ممكن تعاني السنه دي في دوري الابطال، في دوري الابطال طبعا لظروف المحيطه بيهم. أيوة. فيمكن يمكن زي ما حضرتك قلت الفرق المجموعه دي فعلا مجموعه متوازنه فيها الترجي والنجم الساحلي، طبعا بالنسبه لهم يعني المقابله هتبقى يعني قويه جدا قويه. بترو اتلتيكو الفرقه اللي بتلعب كوره حلوه بالظبط، بس يمكن بترو اتلتيكو بقاله فتره بعيد قوي عن المنافسه والتواجد في دوري الابطال. يمكن بس بص اقول لك حاجه، المنافسه حاجه ودور المجموعات حاجه تانية. بس يعني خلي بالك النقاط وفرص التعويض ودخول اطراف تانية، يعني الترجي هو بيلعب النجم يا الاثنين هيقعوا يا واحد منهم هيقع الثاني، فده ممكن يخدم مصلحه فريق زي بيترو اتلتيكو في مناسبات ممكن لو هو خدم نفسه. يعني لو هي الفكره كلها احنا اغلب الالقاب اللي فزنا بيها في السنه او الجيل ده يعني حققها في السنه دي كان الاهلي بيطلع في مجموعته مركز ثاني، وكان الاهلي يمكن في بدايه مشوار بيعاني شويه تحس انه النتائج ما يعني تبقاش طبعا. لكن من النوك اوتس دي قصه ثانيه بقى، فكره انك يبقى ظهرك للحيطه ويا تكسب يا تطلع بره البطوله، الاهلي هنا بيتعامل لا بتقدر يعني تتعامل بشكل كويس. أه لكن زي ما بقول لحضرتك بس البترو اتلتيكو هو بقاله فتره كبيره مش بيأدي بنفس الشكل اللي احنا كنا عارفينه. يعني انت اخترت من هنا النجم والترجي دول الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني متهيألي دول اقرب، دول اقرب. مجموعتنا بقى الناس مبسوطه من القرعه، ودي حاجه ما بتتفائلش بيها بصراحه، يعني بنبقى مبسوطين او مستسهلين. هي بصوا نسبيا رقميا حسابيا على الورق ممكن تبان اسهل مجموعه، لكن هل ده معناه انه مشوار التاهل سهل؟ انا بقول لحضراتكم لا، المشوار صعب. بص خلينا نتفق طبعا الكرة ما فيهاش سهل وصعب، لا يعني هي الفكره كلها انت مركز وانت مهتم بتبقى الامور كلها بالنسبه لك سهله. لكن انت هتعتمد ان انت بطل وان انت المجموعه سهله وان انا هكسب في اي وقت، لا هتلاقي الامور لا. بس انا هقول لك حاجه، كان سيناريو وارد جدا مثلا، هقول لك يعني الناس كانت دايما بتحب تلعب لعبه الحسابات دي قبل البتاع، كان ممكن جدا مجموعه الاهلي تبقى مثلا الاهلي وبيراميدز ومازيمبي والنجم الساحلي، فقارن بين المجموعه زي دي ماتشاتها هتبقى عامله ازاي، وبين مجموعه الاهلي اللي هي اللي هنخوض بيها منافسات دوري ابطال السنه دي، هتلاقي انه لا يعني الى حد كبير مفيش فريق، طبعا كل ماتش منهم مهم وكل ماتش وكل منافس ليه احترامه، ماتشات بره برده هتبقى صعبه، وخد بالك الاهلي في اي بطوله اي فرقه بتواجهه بتلعب كانها بتلعب نهائي البطوله، فبالتالي كل ماتش عند الاهلي صعب، لكن نسبيا تعتبر في المتناول. يعني انا وجهه نظري اي ماتش انت بتاخده بكامل تركيز بتحضر بشكل كويس بتبقى عايش الماتش، انا شايف بيبقى ماتش سهل جدا. مهما الفرقه اللي قدامك مين اسمها ايه او اسمها ايه، لا لكن انا بشايف ممكن تبقى فيه زي ما حضرتك بتقول لو انت بقى معاك سان داونز ومعاك بيراميدز ومعاك مش عارف، لكن في الاخر لو انت برضو مش مركز برضو مش هتكسب. أيوة. لو انت مش مهتم مش هتكسب. ايوه انت خسرت ماتشات بره، خسرت من الهلال وخسرت من سيمبا، يعني خساره وارده في اي وقت. كنت لسه هتكلم على المجموعه السنه اللي فاتت، انت بالنسبه لك لا البدايات بتاعتك كانت هي اللي عملت برضه ليها سبب، يعني المجهود والرحلات الشاقه اللي خاضها الاهلي في بطوله كاس العالم، انا بتهيالي ناس استنزفت كتير جدا من الناحيه البدنيه وناحيه المعنويه، وخصوصا جزئيه التركيز، ده جاي من بطوله صعبه وقويه جدا لعبت فيها اربع ماتشات في منتهى القوه مظبوط مع اربع ابطال قارات، يعني مستوى منافسه
فار بياند افريقيا، مع كامل احترام للكره في افريقيا يعني. لكن بس خلي بالك برضو احنا كان في الفتره ديت لو انت فاكر احنا كان كل التعليق على الفرقه ان انت جاي لعبت مستويات عاليه جدا. فحتى الاداء في المباراه بتاعه الهلال ما كانش بالشكل اللي الناس متخيلاه يعني. يعني ما كانش عندنا مشكله ان انت ممكن تيجي في وقت من الاوقات يبان عليك التعب او يبان عليك الارهاق. لكن المشكله كلها ان انت في المباراه ديت ما قدمتش حتى الشكل اللي تقول لا انا نادي الاهلي او لسه جاي لاعب. كان في الفتره ديت هي زعل الناس كله كانت في النقطه ديت، ما كانتش في نقطه ان انت خسرت، ان انت كان ادائك برضو ما كانش بالجديه وبالضغطه. طب نتفق على حاجه، موسم الاهلي مش موسم الكره في مصر، موسم الاهلي الموسم بتاعه غير كل انديه مصر. تمام. عدد ماتشاته اللي بيلعبها، ضغط مبارياته اللي بيلعبها، كم البطولات، مستوى المنافسه بالتاكيد غير. ما تقدرش كجمهور تطلب من الفرقه او من مستر كولر انه يقدموا ال 70 ولا ال 74 ماتش بنفس المستوى بنفس القوه. لازم هيحصل دروبات، ولازم يبقى انت عارف كابتن ابو مجد ان في حاجه اسمها داي اوف. بالظبط. في اوقات كتير جدا بتبقى بتعمل اللي عليك، بس هي الدنيا لا 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 بالظبط. يعني كل اللي انت بتقوله ده مظبوط جدا، مش لا يمكن ان انت تقدر تتحكم في ريتم الفرقه طول الموسم او طول الماتشات. لازم يجي في وقت من الاوقات يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه ما يبقاش في حالتهم، ما يبقاش في قمه تركيزهم، فهتلاقي الامور ممكن تقع منك في ماتش في ماتشين. لكن انا كنت بس بتكلم في النقطه بتاعت ماتش الهلال. أيوة. ان هي الناس كانت يعني شايفه النادي الاهلي مقدم اداء رائع في كاس العالم ولعبت ريال مدريد، وكانت الامور بالنسبه للناس لا النادي الاهلي هيجي يعني يخلص بدري يكسب بسهوله. أيوة. فانا بتكلم على النقطه بس اللي هي ايه بتاعه الجمهور والفتره ديت. ايوه. هو ازاي كولر والجهاز المساعد ومحللي الاداء ومدربين الاحمال هيعدوا الفتره دي وصولا لكاس العالم؟ ده سؤال صعب جدا ومهم جدا هنتكلم فيه. لكن خليني بس اختم دوري الابطال، شايف مين منافس الاهلي او مين الفريق اللي هيتعب الاهلي في المجموعه دي؟ يعني شايف ممكن تبقى الامور يعني شباب بلوزداد ممكن يجي مع الاهلي. شباب بلوزداد يعني شايف ده المنافس، منافس الاهلي في المجموعه. من ال 16 فريق مين جاهز للمنافسه على اللقب؟ يعني بص ده ممكن تحدد لما تبدا الامور تشوف الفرق وتشوف زي ما حضرتك قلت ان معظم الفرق الافريقيه بيبقى فيها تغيرات كبيره جدا. أي. فانت ممكن تلاقي حد جاي من بعيد جدا بتلاقيه في جوه المنافسه. فدي ممكن تبان في بعد دور المجموعات. لكن طبعا انا شايف ان شاء الله النادي الاهلي طبعا يعني هي دي البطوله المفضله ليه، فباذن الله 12 زي ما قالت الرابطه في الكويت زي ما تقول لجماهير النادي الاهلي بتتمنى ان شاء الله 12. والاهلي مريحنا السنه دي، الاهلي السنه دي من بدايه الموسم يعني مستوى الثقه والطمانينه من الجمهور، احنا مش عايزين ده عند اللعيبه، مش عايزين لا ثقه ولا طمانينه، عايزين كل ماتش ناخده على انه ماتش بطوله ان شاء الله باذن الله لغايه لما نوصل لنهايه موسم ناجح. خليني اروح معاك لماتش بكره كابتن ابو المجد. واحد بكره، وده اللي كنت بتكلم عليه شويه، انه ماتش بكره مرتبط بسين بقى. بكره اخر مباراه واخر تجمع للفريق قبل مباراه سيمبا اللي هتتلعب يوم 20 فين؟ في تنزانيا. انا طلبت من الزملاء تنزانيا بالمناسبه في نفس الفتره بتاع التوقف الدولي او الاجنده الدوليه لمنتخب مصر او لعيبه الاهلي الدوليين هينضموا لمنتخباتهم، هيلعبوا او في 6 لعيبه من سيمبا هينضموا لمنتخب تنزانيا، عنده ماتشين اعتقد منهم واحد يوم 17. بس هو مشكله انه هم يلعبوا الماتش عندهم، احنا لعيبتنا هتيجي من الامارات بعد ماتش الجزائر على هنا وبعد كده تطلع على تنزانيا عشان تبدا مشوار السوبر ليج. هل شايف انه بكره واحد بعيدا عن ان ديربي اهلي والاسماعيلي وبعيدا عن انها مباراه مهمه في الدوري، هل شايف انها الفرصه الاخيره لكولر لتجربه او تحضير سيناريو مباراه سيمبا، ولا في فصل تام بين الماتشين؟ بص يعني من رؤيتي لمستر كولر يمكن انا بشوفه ان هو ما بيربطش حاجه بحاجه. يعني بشوف ان هو النهارده عنده ماتش الاسماعيلي فهو بيفكر في ماتش الاسماعيلي بس. اكيد طبعا في حساباته هو الشخصيه تحضيره للمباراه اللي بعد كده، لكن انا بتكلم في الوقت الحالي
اكيد هو بيفكر في مباراه بكره، بس مباراه النادي الاسماعيلي مهم جدا ان هو يعني يشتغل بنفس الريتم اللي كان بادئ بيه في الدوري. مهم ان هو يحقق طبعا 3 بونت في المقام الاول، وبعد كده يبدا يحضر لمباراه بشكل يعني ما ترهنش مثلا على اختياره للطريقه والتشكيل، خاصه انت عندك وقت يعني خاصه ان انت بس خد بالك انت لعيبه هتروح منتخب مصر يوم الاثنين، يعني انت هتلعب بكره الحد، يوم الاثنين لعيبتك الدوليه هتسافر، اللي هيروح تونس واللي هيروح جنوب افريقيا واللي هيروح مالي واللي هيروح الامارات مع منتخب مصر، وحتى اللعيبه الصغيره هتروح، يعني احمد نبيل كوكا، حمزه علاء، منتخب اولمبي، كل دول رايحين منتخب اولمبي، فبالتالي في جزء كبير من الفريق هتشوفه ان شاء الله يوم 18، يعني هيرجع لك يوم 18 عشان تاخده وتسافر تنزانيا تلعب يوم 20. فبرضو ممكن جدا يكون يعني تالي انه ليه ما افكرش ابدا بالتشكيل والطريقه اللي انا بفكر العب بيهم مع سيمبا مثلا. يعني بص هو يعني بنسبه كبيره جدا يعني مستر كورال ما بيقدرش او ما بيعملش تغيير كبير جدا في طريقته، ما بيعملش روتيشن بيبقى ملحوظ قوي في طريقته. فيمكن الفتره اللي فاتت زي ما قلنا الثبات الفني وطريقه اللعب واسلوب اللعب جوه الملعب هتلاقي الامور شغاله بشكل كويس، واللعيبه محافظه على 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 النظام داخل الملعب وبتنفذ. فهو بالنسبه له يعني مش هيعمل طريقة مختلفة في ماتش سيمبا. اي لكن ممكن يبقى تشكيل مختلف؟ هو اكيد تشكيل مختلف، بس هل التشكيل اللي يعني التشكيل اللي بكره رهاني انه تشكيل الاسماعيلي بكره هيبقى مختلف عن تشكيل التاني؟ متهيألي مش هتلاقيه مختلف بشكل كبير، يعني مش هتلاقيه مختلف بشكل كبير. يعني انت زي ما قلت انت يعني هو عنده ثوابت بيشتغل عليها، عنده ناس موجودة بيقدر يبنى عليها التغيير او الروتيشن، هتلاقيه في حدود ضيقه جدا. فمش هتلاقي الامور يعني يلعب ماتش بكره بتشكيل ويلعب ماتش سيمبا بتشكيل تاني. لا بالمناسبه انطباعاتك ايه عن انتوني مودست؟ يعني مش هقول تقييم طبعا لانه صعب قوي التقييم لسه بدري، بس اكيد في انطباعات. الراجل لعب ماتشين، خد ماتش المصري وخد ماتش امبي، شايف يعني انطباعاتك ايه عنه في بدايه مشواره مع الاهلي؟ بص انا بالنسبه لي اللي انا شايفه ان هو يعني مش جاهز خالص. يعني خلي بالك فكره ان انت تبقى لعيب مش جاهز بدنيا صعب جدا ان انت تقيمه، او ان انت لو حتى حبيت تقيمه هتظلمه بشكل كبير. ده محتاج ان هو يبقى جاهز بشكل بدني بشكل كويس قوي عشان تقدر تقول هو هيفيد، هو الانطباع بتاع اللي انت هتاخده عنه. ويمكن اكتر حد هيستفيد من فتره التوقف دي هو انتوني مودست شخصيا. بالظبط. فعشان كده بقول لك صعب جدا ان انت تقدر تاخد انطباع عليه دلوقتي. هو انا شايف الحاجه الايجابيه اللي تاخدها عليه او الحاجه المهمه تحسبها له اللي هو دخل في توقيت ان الفرقه كويسه. فبرضه فكره بس مش غريبه شويه يعني برضه ملاحظه، معظم الكور اللي جت لمودست سواء في الماتشين، ماتش المصري او ماتش امبي في الكاس، كانت كور ملعوبه على الارض في الوقت اللي كان الكل بيقول انه لما كان الاهلي بيدور على صفقه رقم 9 يعني مهاجم صندوق، كان دايما فكره انه احنا عايزين حد جديد يلعب بدماغه، عايزين حد. وكان التوقع حتى واحنا بنتكلم بعد الميركاتو انه لما الاهلي خلص في رضا سليم، ورضا اساسا كان مركزه جناح يمين في الجيش الملكي وارقامه كلها مع الجيش الملكي في المركز ده، ولعب في مراكز كتير بس في الحته دي مركز الجناح اليمين كانت ارقامه خرافيه، وقلنا علي معلول في الشمال، توقعنا انه في وجود مودس الاهلي هيعتمد بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه. ده ما حصلش بشكل، يعني شفنا طريقه اللعب الاهلي في الماتشين ما اختلفتش، دايما في محاوله لاختراق من العمق، في محاوله للخلخله، كره بتتحرك بالعرض كتير لغايه لما تلاقي ثغره حد يخش منها ويخلص من جوه الصندوق. حتى الكره اللي جت لمودست واللي خلص فيها الهدف اللي جابه في ماتش امبي جات له كره من على الارض، فبرضه دي علامه استفهام. لا يعني هي الفكره كلها ان انت برضو انت عندك مميزات كتيره جدا في الجزء اللي قدام بتاع النادي الاهلي. انت عندك معظم اللعيبه اللي موجوده لعيبه كوره، فحتى هتلاقي من الحاجات اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت
اللامركزيه بكل الجزء اللي قدام. يعني انت كنت بتشوف في الماتش اللي فات بتاع انبي محمد هاني بيخش بيلعب بيبقى بيلعب 8 وتلاقي وبتلاقي قفشه راح مكانه وبتلاقي مش عارف مين. فانت كنت بتشوف الفتره اللي فاتت مفيش مركزيه للاعيبه النادي الاهلي. فانت اللي بيلعب باص وبيتحرك بيلعب باص وبيتحرك ده بيبقى محتاج يعني الحلول بتاعته بيفضلها بتبقى حاجات كلها من العمق. ما بتبقاش بتطلع كوره بره وتبدا تشتغل او تعلق. يعني ده طبعا بيبقى حل من الحلول. لكن الفتره اللي فاتت او الماتشات اللي فاتت كانت النادي الاهلي بيشتغل على فكره الاستحواذ وعدم الاستعجال، ان هو انا بفضل انا لغايه لما الاقي ثغره وابدا اشتغل عليها. فدي كانت يمكن انا شايفها من الايجابيات الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي، وشايف ان الامور مع الفرقه مشيت بشكل كويس. ويمكن كل اللعيبه بتاخد ثقه في وقت قليل جدا من في بدايه الماتش من خلال الحاجات اللي بتحصل ديت، ان انت بتبدا تشتغل وبتدور الكوره ومش مستعجل لغايه لما بتجيلك ثغره بتبدا تشتغل عليها. فانا شايف ان الحلول الفتره اللي فاتت كانت شغاله في الاطار دوت. لا يعني وبرده بالنسبه للمدرب هو عنده مشكله ان هو الفتره اللي فاتت حتى الحاجات اللي جات له على دماغه هو ما تعاملش فيها بالشكل الامثل. ليه؟ نقطه مهمه جدا اللي احنا اتكلمنا فيها، هو مش جاهز. هو مش قادر ولا مش منسجم، يعني لسه التفاهم، لسه ممكن حاله غربه. بيتهيألي برضو انك تخش يعني في نادي كبير زي النادي الاهلي، انت جاي من قاره ثانيه، حتى ما انتش من افريقيا، فبالتالي ممكن معرفتك بالاهلي او بطبيعه المنافسه او بالدوري المصري برضو في حاله كده ذهنيه، انجاز التعبير ذهنيه، ما اكتملتش بالنسبه لانتوني. يعني مش بس بدنيه، ممكن بس انت عندك العنصر الاساسي اللي هو بيخليك تقدر تفكر وتقدر تاخد القرار، العامل البدني. لو انت مش قوي او لو انت مش واقف على رجلك كويس هيأثر على ذهنك. فبالتالي لا، هو مهم جدا ان هو هتلاقيه. وخلي بالك هي الميزه على فكره هنا في مصر، كل اللعيبه الافارقه اللي بتيجي بتدخل جوه الفرق بسرعه. التعاملات مع المصريين سهله فما فيهاش مشكله. على كل الاحوال بتهيألي هيكون له دور مهم جدا مع الاهلي السنه دي، يجي بس زي ما يجيب البدني بتاعه اعتقد. ويمكن اكتر اللعيبه زي ما قلت الكابتن ابو المجد في فتره التوقف هتكون مفيده جدا ليهم، يقدروا يرجعوا، يقدر الجهاز الفني يجهزهم. هو انتوني مودست مع النادي الاهلي 10 ايام او مش 10، دول 12 يوم بيفصلوا مباراه الاهلي والاسماعيلي عن مباراه سيمبا بدايه مشوارنا في السوبر ليج. خليني اكلمك على الاسماعيلي السنه دي، فيرجن ايهاب جلال اخباره ايه، رؤيتك لسيناريو ماتش بكره بس بعد الفاصل. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي مره ثانيه، الف مبروك لابطال النادي الاهلي احمد عادل، عبد الرحمن طه، كاستيلو، ديفيد ديفيس طبعا مدير الفني للنادي الاهلي، التتويج بلقب بعد غياب 7 مواسم من 2016 غابت البطوله دي عن النادي الاهلي، بيستعيدها مره ثانيه في موسم 23 على حساب جي اس كي بطل الكونغو، فين؟ على ارضه وفي ملعبه وسط جماهيره اللي كانت بتحيي ابطال النادي الاهلي من لحظات. مبروك مره ثانيه لجماهير النادي الاهلي، مبروك لابطال النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره النادي الاهلي التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للهاندبول. يمكن مره ثانيه طبعا برحب بيك كابتن ابو المجد، يوم وشك حلو علينا النهارده، تتويج ببطوله ولقب غالي ولقب مهم طبعا في بدايه الموسم لابطال كره اليد، ببارك لك انت شخصيا زي ما باركت لجماهير النادي الاهلي. مبروك يا احمد. كنا بنقول قبل الفاصل الاسماعيلي فيرجن ايهاب جلال، عارف طبعا ان الاسماعيلي تاثر برحيل عدد من الاسماء اللي كانت مؤثره في خطوطه الثلاثه، يمكن ابرزهم باهر المحمدي اعتقد راح المصري، الشامي كمان رحل، يعني في كذا اسم مهم، في احمد مدبولي برضو رحل عن دراويش. بالتالي الاسماء دي شويه صعبه على الاسماعيلي في ظروف كان بيعاني فيها المواسم الاخيره، تبقى مباراته غير يعني قدام الاهلي غير بره الحسابات تماما. لكن خليني اتكلم معاك كمان على شغل ايهاب جلال، مدير الفني، واحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا. لعب ماتشين في الدوري، مباراه مكسب ب3 بونت، مباراته الاخيره كسب فيها الاسماعيلي 3 نقاط، والمباراه الاولى اعتقد كان خسر فيها قدام زد. خسر قدام زد. ف يعني شايف الاسماعيلي السنه دي ازاي؟
يعني شايف الاسماعيلي الفتره ديت انا شايف ان في استقرار فني واداري عنده، ممكن يبقى عنده طبعا مشاكل وعنده امور متعلقه بالسنه اللي فاتت، لكن انا شايف ان الفتره ديت معظم الناس قافله على الفرقه، ويمكن لما جم يتعاقدوا مع مدير فني يتعاقدوا مع مدير فني كبير كابتن إيهاب جلال طبعا من المدربين الكبار في مصر، فيمكن الامور ديت لما بتجيب لعيب في ظروف لما بتجيب مدرب كبير في ظروف صعبه انت بتحاول توصل للعيبه ان احنا لا بنحل وان احنا هيبقى عندنا يعني عندنا حلول وعندنا الفتره اللي جايه عايزين نحقق حاجه او عايزين نرجع اسم النادي بشكل كبير. يمكن من اهم الحاجات اللي مجلس اداره عملها الفتره اللي فاتت هتلاقي طبعا بنتابع واحنا بنتكلم كابتن ابو المجد طبعا فرحه اللعيبه ابطالنا ونجومنا طبعا نجوم النادي الاهلي فريق كره اليد المصري هو اعتقد ظهر في الصوره طبعا احتفالا بدوري ابطال افريقيا طبعا النسخه السادسه في تاريخ النادي الاهلي. فبنتكلم على في رغبه ان احنا عايزين نعمل حاجه في ثقه كمان في ثقه بالظبط في اللعيبه، فبالتالي رهان على اسم مدير فني كبير بالظبط خاصه يمكن رغم انه الحقيقه يمكن سؤال الشارع الاسماعيلاوي يعني لو جاز ان انا اتكلم عنه كابتن حمزه الجمل دايما بيجي في اوقات صعبه جدا مع الاسماعيلي ودايما بيتحط دايما في تيست صعب يعني بالزبط. دايما وقت ما بتحس ان الموقف بقى شبه معقد ومنتهي تلجا لاسم حمزه الجمل يعمل الحقيقه ما يشبه المعجزه بالزبط. من وجهه نظر يعني خبراء الكوره انه اللي بيعمله كابتن حمزه في التوقيت ده كان شبه سيناريو شبه مستحيل، ورغم كده ما بيستمرش او ما بياخدش الفرصه من بدايتها. كامل التقدير طبعا لكابتن إيهاب جلال طبعا مش تقليل منه طبعا يعني اكيد طبعا بتبقى الامور بالنسبه للناس شايفه ان الموضوع غريب جدا ان انت بيبقى ليك يعني بتجيب حد في توقيت صعب جدا والتوقيت دوت يعني بيبقى مراهنه عليه بتبقى صعبه فلما في ناس كتير ممكن ما تقبلش بالظبط وفي ناس كتير بجد بالظبط خلصانه خلاص بالظبط انت جاي تحطنا تحت المقصره يعني بتضحي بيا انا في ناس كتير جدا ممكن ما تقبلش بالظبط، لكن طبعا ده ما يقلش طبعا من كابتن حمزه الجمل. كابتن حمزه الجمل طبعا من المدربين الكبار ويمكن هو من ولاد النادي فهو بالنسبه له ما يعني ما فيش مشكله ان هو يبقى متواجد في الفترات اللي هي الصعبه، وانا عارف ان معظم المدربين لما بتبقى الانديه بتاعتهم في احتياج ليهم ما بيتاخروش فدي حاجه تحسب له. لكن انا شايف النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت يعني يمكن الماتش بتاع الاتحاد ادى بشكل كويس قوي ويمكن بدات شخصيه كابتن إيهاب جلال تبدا تظهر بشكل ملحوظ على الفرقه، برضو يعني محققين نتيجة كبيرة على نادي الاتحاد الماتش اللي فات 3-1 فيمكن دي ممكن تخلي الأمور في نادي الإسماعيلي فيها أريحية شوية أو يبقى عندهم ثقة إن هم يقدروا يكملوا بشكل كويس. شايف إيهاب جلال هيفكر إزاي في مواجهة كولر السنة دي؟ الأهلي السنة دي قدم وسيبك من السكورات، أنت لعبت أربع ماتشات جبت فيهم 14 هدف تقريبا معدل 3.5 هدف في كل مباراة وده معدل عالي جدا في بداية الموسم، وخصوصا انك انت لعبت منهم ماتشين طبعا مع المصري بيتقال انه افضل ميركاتو السنة دي في الأندية المصرية، مش عارف انت موافق على ده لا، لكنه عمل حقيقة ميركاتو مميز جدا قوي سكواد خطير بصراحة، ورغم كده الأهلي تألق ومضرب بالأربعة ثم مباراة إنبي في بطولة كاس. دوافع فيها أكيد كانت موجودة عند إنبي مهما كانت الظروف والامكانيات كان في طموح انه يلعب المباراه بمنتهى القوه في حتى لو بيلعب الاهلي املا في الوصول للمباراه النهائيه واملا في الوصول كمان للسوبر المصري. فبالتالي الماتشين دول رغم ان هم كانوا في منتهى الصعوبه لكن الاهلي لعب مباراه سيطر فيها على مجريات الامور من البدايه للنهايه، عرض قوي، استحواذ، تنوع في الهجوم، تسجيل اهداف باشكال مختلفه، فده بالتاكيد دخل في اعتبارات إيهاب جلال. اكيد طبعا، واكيد طبعا هو اكيد يكون يعني اكيد الفتره اللي فاتت هو يعني ذاكر كويس يعني ذاكر كويس ومحضر. شايف يعني زي ما قلت لك في بدايه الحلقه ان النادي الاهلي مسته الفتره ديت ان هو بقى عنده ثقافه الايه ما بيزهقش. اللعيبه جوه الملعب بتشتغل وبتتحرك
بتحاول توجد حلول، فما فيش استعجال زي في فترات من الفترات. فتره من الفترات النادي الاهلي كان في وقت بتلاقيه اول ما بيجي يستحوذ شويه ومستعجل على الجول، تلاقيه بيروح عامل مثلا كور طويله او ان هو بيبقى مستعجل المكسب، فكانت الامور دي بتاثر بشكل كبير جدا. لكن انا شايف الفتره ديت لا، الموضوع مختلف. كابتن ايهاب جلال اكيد بيفكر هو ازاي يقدر يقلل الحلول اللي عند النادي الاهلي. النادي الاهلي في عنده حلول كتيره جدا في الجزء الامامي، ازاي يقدر يشتغل عليه وازاي يقدر يقفل بشكل كويس، عشان لو الموضوع ما 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 تعملش بشكل جيد هتلاقي في مشكله عند النادي الاسماعيلي كبيره جدا، خاصه ان انا شايف النادي الاسماعيلي عنده مشكله في الدفاع. في الدفاع عنده مشكله. بصدر خطوره الاسماعيلي من وجهه نظرك في ال 180 دقيقه اللي لعبوها او اللي ظهروا فيها؟ والله انا شايف ان يعني عبد الرحمن مجدي عامل مباراتين كويسين، حتى المباراه بتاعت بيراميد بتاعت زد كان عامل مباراتين كويسين. شايف ياو انور عنصر مهم جدا في الاسماعيلي، بيشكل لهم مصدر خطوره، عنده سرعات وبيقدر يلعب على الجول، ويمكن من اللعيبه اللي انا ببقى بتفرج عليها بشوفها كل مره بيمسك فيها الكوره هو بيبقى عايز يلعب لقدام وعايز يروح على الجول. فيمكن دي عناصر الخطوره عند نادي الاسماعيلي في الحته اللي قدام، مستغلينها بشكل كويس قوي. ويمكن زي ما قلت لك يمكن ياو انور كمان اكترهم هو اللي بيحاول يعني يعمل الفارق وعلى طول بيشتغل على الجول. صحيح. قبل ما اروح لينا بكره ورؤيتك لماتش بكره، خليني اقول لكم انه كابتن خطيب بيهنئ لاعبي الاهلي والجهاز الفني والاداري ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري لكره اليد. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للاعبي الاهلي لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري التي اختتمت فعاليتها بالكونغو قبل قليل، واشاد بالاداء المتميز للاعبين وروحهم العاليه طوال المشوار البطوله، واكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني، واستحقوا اللقب عن جدارة بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات، مشيرا إلى أن هذا التتويج والذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحملهم مسؤولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم والوفية التي تستحق أن يبذل أو أن يبذل الجميع قصارى جهده لإسعادها. دي كانت تهنئة كابتن خطيب لفريق اليد وأبطال اليد أبطال إفريقيا اللي فرحونا النهاردة، فرحوا جماهير النادي الأهلي بالفوز وإضافة لقب جديد وبطولة جديدة، بطولة قارية جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي. مبروك مرة تانية لكل الأهلوية، إدارة، جهاز فني، لاعبين، وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي. بكرة سريعا جدا، مين بكرة يستحق التواجد أساسي أو مين شايف أن وجوده أساسي في الملعب بكرة فرصة مهمة جدا إما للظهور أو لاستعادة المستوى أو للتجهيز لمباريات ومشوار الدوري الأفريقي؟ يعني متهيألي ان كل اللعيبه الفتره اللي فاتت شاركت بصفه كبيره. تلاقي عندك الناس اللي هي شغاله بصفه مستمره، تلاقي اذا كان محمد هاني او عبد المنعم او ياسر ابراهيم، يمكن كان رامي ربيعه شارك في مباراتين رامي بره الحسابات بالظبط. لكن انا شايف الناس اللي هي تبقى موجوده بكره يبقى محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، معلول، ممكن هيبقى الشحات وديانج، وممكن نشوف بكره رضا سليم موجود من البدايه. فبرضه ممكن قفشه ممكن يبدا من البدايه. قفشه يعمل المباراه الفتره اللي فاتت اداء هايل، ويمكن شكله احنا طبعا طول عمرنا بنستمتع بمباراه الاهلي والاسماعيلي، واحد من اهم دربيات الكره المصريه. نتمنى بكره يكون مباراه كره حلوه، دي نمره واحد. نتمنى نمره اثنين والاهلي يفوز طبعا ويحقق العلامه الكامله في ماتشاته في الدوري، والاهم هي رساله طمانه للجماهير وان شاء الله قبل ما نروح للمنافسه الاصعب في الموسم الحالي بطوله الافرو ليج او الافريكان ليج في نسختها الاولى. بشكر كابتن ابو المجد مصطفى على وجوده معانا، نورتنا كابتن ابو المجد، وان شاء الله تكون موجود معانا قريب. نستمتع بيك ونسعد بوجودك معنا في السادسة. بشكركم على المتابعة، نتقابل إن شاء الله بعد الماتش بقى حلقة السادسة اللي جاي يوم الاثنين. تحياتي ليكم.